أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية. بعد ما كتير كتير حتى ينحكى باستقالة الحكومة. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: مجموعة الدعم الدولية تدعم استقرار لبنان، وعون يجدد رفضه البت باستقالة الحريري لحين عودته من الرياض. على الدولة أن تسعى لإيجاد حل لأسباب الاستقالة. المفتي دريان يشدد أمام زواره في دار الفتوى على ضرورة التماسك الوطني في هذه المرحلة. Iranian experts and Hezbollah experts who taught and coordinated the attack against Saudi Arabia. السعودية لن تسمح بأن يكون لبنان قاعدة ليشن هجمات عليها، وماكرون يؤكد أهمية استقرار وسيادة الأراضي اللبنانية. وفي النشرة تتابعون في الرياضة: لبنان يفوز على سنغافورة وديا قبل لقاء هونغ كونغ. أهلا بكم. مشاورة القصر الجمهوري متابعة لاستقالة الرئيس سعد الحريري تواصلت اليوم، في وقت ظلت دار الفتوى محور لقاءات واجتماعات في هذا السياق. في هذا الوقت أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنه استقبل في دارته بالرياض سفير إيطاليا في المملكة العربية السعودية لوكا فيراري، كما استقبل بعد ذلك السفير الروسي سيرجي كوزولوف. أما في قصر بعبدة فقد أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أمام زواره أن موضوع البت في استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة مؤجل إلى حين عودته إلى لبنان، مطمئنا السفراء الذين استقبلهم في قصر بعبدة إلى وعي القيادات اللبنانية وتضامنها في هذه المرحلة الدقيقة وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية. وللمزيد ننتقل إلى مراسلنا شرب العبود. شرب، ماذا في مواقف الرئيس عون وفي جديد المشاورات؟ نعم رشا، كما كنا قد ذكرنا فإن رئيس الجمهورية خاطب اليوم الخارج عبر عدد كبير من السفراء المعتمدين لدى بيروت، وفي هذا الإطار التقى رئيس الجمهورية سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان وأعرب أمامها عن قلقه لما يتردد عن الظروف التي تحيط بوضع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد إعلانه استقالة حكومته، مطالبا بضرورة شلاء هذه الظروف ومذكرا بالاتفاقات الدولية التي ترعى العلاقات مع الدول والحصانات التي توفرها لأركانها. رئيس الجمهورية عرض على السفراء أعضاء مجموعة الدعم من أجل لبنان في مجلس الأمن موقف بيروت من التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت إعلان الرئيس الحريري استقالة حكومته، ومنها ظروف بقاء الرئيس الحريري خارج لبنان. وأعاد الرئيس عون التأكيد على أن بت هذه الاستقالة ينتظر عودة الرئيس الحريري والتأكد من حقيقة الأسباب التي دفعته إلى إعلانها. وفي هذا السياق عبر الرئيس عون عن قلقه لما يتردد عن الظروف التي تحيط بوضع الرئيس الحريري وضرورة جلائها، مذكرا أعضاء المجموعة بالاتفاقات الدولية التي ترعى العلاقات والحصانات التي توفرها لأركان الدول. وطمأن الرئيس عون السفراء إلى وعي القيادات اللبنانية وتضامنها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية، وقد ساعد ذلك في المحافظة على الاستقرار الأمني والمالي في البلاد. إلى ذلك تحدث نائب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت فيليب لازاريني منوها باسم الدول الأعضاء في المجموعة بالجهود التي بذلها رئيس الجمهورية لضبط الأوضاع التي نشأت بعد إعلان الرئيس الحريري استقالته، مؤكدا تأييد الدول الأعضاء لموقف رئيس الجمهورية. ثم تحدث السفراء أعضاء المجموعة فردا فأكدوا لرئيس الجمهورية التزام بلدانهم بالموقف الموحد للمجموعة، منوهين بطريقة معالجة الرئيس عون للأزمة وموقفه منها، كما شددوا تأييدهم للبنان واستعداد بلدانهم للمساعدة في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الراهنة. بعد ذلك بقليل صدر بيان عن السفراء تحدثوا فيه عن الوضع أو أشاروا فيه إلى أن البحث
مع رئيس الجمهورية تناول الوضع في لبنان بعد الإعلان عن طلب استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وشددوا على أهمية استعادة التوازن الحيوي لمؤسسات الدولة اللبنانية الذي هو ضروري لاستقرار لبنان، ورحبوا بالخطوات المتخذة لاحتواء الأزمة السياسية ولحماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. وفي هذا الإطار رحب أعضاء مجموعة الدعم الدولية بدعوة رئيس الجمهورية إلى عودة الرئيس الحريري إلى لبنان. طبعا بعد هذه اللقاءات رئيس الجمهورية التقى عددا من سفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان، التقاهم تباعا كل على حدة، فالتقى سفير الإمارات العربية المتحدة، سفير مصر، الأردن، قطر، وسفير سوريا. وقد أكد السفراء وقوفهم إلى جانب استقرار لبنان وسيادته والحفاظ على أمنه ودعمهم لما يقوم به الرئيس عون. الرئيس عون التقى القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت وليد البخاري، وأبلغه أنه من غير المقبول الطريقة التي حصلت فيها استقالة الحريري، وطالب الرئيس عون بعودة رئيس مجلس الوزراء إلى لبنان. عون التقى أيضا القائم بأعمال سفارة الكرسي الرسولي لدى بيروت. إلى ذلك توفرت معلومات بأن رئيس الجمهورية قد يتوجه بكلمة إلى اللبنانيين في اليومين المقبلين، إلا أن هذه المعلومات لم تتأكد بعد وتبقى في إطار يعني التوقعات. يمكن القول يعني لم يتسنى لنا حتى الآن التأكد من دقة هذه المعلومات، إنما طبعا سنوافيكم بأي جديد في حال تبلغنا بأنه سيكون هناك كلمة من رئيس الجمهورية أو يتوجه بها إلى اللبنانيين حول الأزمة الراهنة. هذا أبرز ما سجل في هذا اليوم الطويل لرئيس الجمهورية، اليوم دبلوماسي طويل، وكما ذكرنا الرئيس حريص على مخاطبة الخارج والاتصالات مع الخارج من وإلى قصر بعبدة لم تتوقف. طبعا الرئيس عمل في الفترة السابقة على تحسين الوضع الداخلي سواء الوضع الأمني والوضع الاقتصادي، إنما المصادر هنا تشدد على أهمية التواصل مع الخارج مع الدول الصديقة تحديدا في هذا الملف. على كل نحن باقون معكم لمواصلتكم بأي جديد من القصر الجمهوري في بعبدة. نعم مراسل تلفزيون المستقبل شرب العبود شكرا لك. من جهته أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن استقالة الرئيس سعد الحريري أتت في ظروف صعبة ومعقدة، داعيا إلى التريث في اتخاذ أي موقف منها وإلى التماسك الداخلي والمحافظة على الوحدة الوطنية. المفتي أجرى اليوم أيضا مشاورات مع زوار دار الفتوى بشأن تداعيات استقالة الحريري. ولتفاصيل إضافية ننتقل مباشرة إلى مراسلتنا في دار الإفتاء مها ظاهر. مها، ماذا في لقاءات المفتي وماذا في المواقف؟ نعم رشا، يعني منذ حوالي أسبوع وتشهد دار الفتوى هنا حركة مشاورات ولقاءات يجريها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي أكد أن هذه المشاورات واللقاءات والحوار الهادئ والحكمة هي ضرورة بين القوى الوطنية والأطراف اللبنانية، خصوصا في هذه المرحلة التي نمر بها وفي هذه الظروف الدقيقة. المفتي دريان أكد أن استقالة الرئيس سعد الحريري التي نتفهمها أتت في ظروف صعبة ومعقدة في لبنان والمنطقة، داعيا إلى التريث في اتخاذ أي موقف من الاستقالة وضرورة التماسك الداخلي والمحافظة على الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة وخصوصا المملكة العربية السعودية هي علاقات أخوية تاريخية نحرص عليها، كما قال المفتي دريان، لما تشكل من مكانة دينية وعربية ودولية. المفتي دريان كان استقبل نائب مدير المخابرات الذي نقل إليه رسالة من مدير المخابرات، ثم التقى الرئيس تمام سلام الذي قال أن الرئيس الحريري تحمل الكثير واتخذ قرارا وطنيا كبيرا بما تحمله، وأكد أننا ما زلنا نؤمن أن ما يمثله الرئيس الحريري هو ما نتمناه من كل مرجعية، وأن لبنان لكل أبنائه، وأن طوائفه اتفقت على التفاهم وعلى اتفاق الطائف.
وأكد حرص لبنان على علاقاته العربية وخصوصا مع المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن لبنان يهمنا أكثر من فريقنا وطائفتنا. كما كان أيضا في دار الفتوى اليوم وفد من نواب البقاع الغربي النواب جمال الجراح أمين وهبي وزياد القادري الذين أكدوا التمسك ببيان كتلة المستقبل الذي صدر بالأمس. كذلك كانت هناك حركة وفود كبيرة من أهالي وفعاليات العاصمة بيروت، وفد من مجلس بلدية بيروت إضافة إلى مجلس أمناء جمعية المقاصد، وفد من المرابطون والنائب السابق فيصل الداود والنائب السابق بهاء الدين عيتاني، إضافة إلى ندوة بيروت ووفد من مخاتير بيروت. على أن يكون هناك لقاءات أيضا بعد هذا الوقت أبرزها مع السفير التركي في لبنان. نستمع إلى بعض ما قاله كل من النائب جمال الجراح والرئيس تمام سلام. الرئيس الحريري مثل ما بيعرف الجميع تحمل الكثير وأخذ خيار وطني كبير فيما تحمله، ونحن بالتالي كنا إلى جانبه وما زلنا نؤمن بأن ما يمثله الرئيس الحريري هو ما نتمناه جميعا من كل مرجعية وكل مسؤول وطني حريص على لبنان وعلى اللبنانيين. أنا ثقتي ما زالت كبيرة جدا في إخواني العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية على تجنيب لبنان الكأس المر، وعلى أخذ بعين الاعتبار كل المعطيات بما يخدم لبنان. سمحته ليس غريب عليه هذا الدور، دائما هو في طليعة الحريصين على الاستقرار وعلى الوحدة الوطنية وعلى المعالجات خاصة بالأزمات الكبيرة. عم نراهن على دوره، على مرجعيته، على وطنيته الكبيرة. نجمع كل الجهود الوطنية والإسلامية ونأكد أنه دوره جدا مهم، وهو أثبت أنه هو المساحة المشتركة بين كل اللبنانيين من كل فئاتهم، ليس فقط على صعيد الطائفة السنية لكن على صعيد الوطن ككل. نعم، نحن امبارح الحقيقة عبرنا عن موقفنا السياسي ببيان الكتلة وملتزمين بهذا البيان. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط غرد عبر موقع تويتر قائلا بعد أسبوع من إقامة جبرية كانت أو طوعية آن الأوان لعودة الشيخ سعد والاتفاق معه على استكمال مسيرة البناء والاستقرار، وبالمناسبة لا بديل عنه. جملاط قال لرويترز من المحزن حقا أن تعامل السعودية لبنان بهذا النحو بعد أن كنا أصدقاء لعقود. أضاف أن لبنان لا يستحق اتهام السعودية له بإعلان الحرب عليها. أكد مفتي طرابلس وشمال الشيخ مالك الشعار أن أسباب استقالة الرئيس سعد الحريري خطيرة ومضمونها أخطر، ورفض المفتي الشعار خلال خطبة الجمعة منطق الاستئثار والقوة الذي يتبعه فريق أو حزب في البلد على حساب الفريق الآخر. والتريث رأي حكيم، لأن الذي استقال يمثل طائفة وشريحة وجزءا من الكيان، وليس سنيا فحسب وإنما وطني كذلك. فالتريث أمام الاستقالة ممدوح ومبارك وموفق، ولكن على الدولة أن تسعى لإيجاد حل لأسباب الاستقالة. لا يجوز أن يعتدي أحد على الآخر. كيف الاعتداء على الدول؟ من ذا الذي يقول بأن حزبا أو سياسيا أو فردا يحق له أن يتطاول على دولة وعلى شعب وعلى آخرين؟ ينبغي أن نعود إلى قيمنا،
على الدولة أن تجد وأن تبحث وأن تحزم أمرها لإيجاد حل لكل أسباب الاستقالة، وإلا فربما تتوالى الاستقالات، وهذا من شأنه خراب البصرة وتصدع الوطن، ولا يجوز لأحد أن يخطف وطنه لمصلحة وطن آخر. خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أمن واستقرار وسيادة لبنان، مستنكرا من جهة أخرى استهداف ميليشيات الحوثي للسعودية بصاروخ باليستي. الملف اللبناني ووضعه ما بعد استقالة الرئيس سعد الحريري حضر على طاولة المباحثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل في زيارة خاطفة إلى الرياض مساء الخميس قادما من أبوظبي. وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية، ذكر الرئيس ماكرون بالأهمية التي توليها فرنسا لاستقرار وأمن وسيادة ووحدة الأراضي اللبنانية، مستنكرا من جهة أخرى استهداف ميليشيات الحوثي لمدينة الرياض بصاروخ باليستي، ومؤكدا تضامنه مع المملكة في وقت أعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في اليمن. التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين والشراكة الاستراتيجية بينهما، بالإضافة إلى تطوير التعاون الثنائي ضمن رؤية 2030، بحثها أيضا الرجلان اللذان شددا على أمن واستقرار المنطقة، كما أكدا على جودة العلاقات الثنائية على كافة المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية. قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن مغادرة الرئيس سعد الحريري تفتح مرحلة غموض في لبنان، موضحا أنه يعتقد أنه ليست هناك أي قيود على حركة الحريري في السعودية. نعتقد أن الرئيس الحريري حر في تنقلاته وليس تحت الإقامة الجبرية. بالنسبة لنا الوضع في لبنان هو الموضوع الأكثر إثارة للقلق حاليا، ومن المهم التوصل إلى حل سياسي سريعا. فلبنان كان يتجه نحو حل جديد مع دستور جديد وانتخابات مقبلة، لكن مغادرة الحريري تنذر بمرحلة من الغموض. نأمل فعلا في أن تظل الوحدة والسيادة مصانتين في لبنان. على خط موازن، أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ليس لديها سبب للاعتقاد بأن الرئيس سعد الحريري محتجز في السعودية، ونحن نفترض أنه يختار بنفسه أين يذهب. قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن بلاده لن تسمح للبنان بأن يكون منصة للهجمات ضد السعودية، مشيرا إلى أن ميليشيات حزب الله اختطفت الدولة اللبنانية ويجب البحث عن خيارات للحد من نفوذه. لن نسمح أن يكون لبنان قاعدة للهجوم على السعودية، هذا ما أكده وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية، مضيفا أن ميليشيات حزب الله اختطفت الدولة اللبنانية ووضعت الحواجز أمام كل مبادرة للرئيس سعد الحريري، وفوق كل هذا تصر على الاحتفاظ بالسلاح، ما يتعارض مع احترام سيادة المؤسسات الرسمية. الجبير أكد أن الوضع في لبنان مؤسف نتيجة أفعال حزب الله وإيران، وأضاف أن السعودية تتشاور مع أصدقائها وحلفائها بشأن الخيارات الأكثر فاعلية للتعامل مع حزب الله، موضحا أن السعودية صنفت الحزب منظمة إرهابية ولا فرق بين جناح سياسي وجناح عسكري. وقال الجبير لن نسمح بأن يكون لبنان منصة تنطلق منها الهجمات ضد السعودية، الشعب اللبناني بريء ويخضع لسيطرة الحزب، وعلى اللبنانيين والحكومة اتخاذ خطوات حازمة وحاسمة ضد حزب الله. الجبير شدد على أن حزب الله أداة إيرانية لإزعزعة أمن الخليج، مجددا التأكيد أن الصاروخ الذي استهدف مطار الملك خالد في الرياض يوم السبت الماضي كان إيراني الصنع. الصاروخ كان إيراني الصنع ويشبه الصاروخ الذي أطلق على مدينة ينبع في 22 من تموز، يصل مداه إلى 900 كيلومتر، تم تهريبه إلى اليمن في أجزاء ومن ثم تجميعه في اليمن من قبل الحرس الثوري الإيراني وخبراء حزب الله. ونعتقد أن خبراء من إيران وحزب الله هم من دربوا ونسقوا لمهاجمة المملكة، وهذا ما يمكن اعتباره عملا من أعمال الحرب.
من جهة ثانية، دعا الجبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعامل بشكل فعال مع إيران من خلال ضبط الاتفاق النووي وتحميل طهران مسؤولية دعم الإرهاب وتطوير البرامج الصاروخية البالستية. أكدت القيادة المركزية الأمريكية في مؤتمر صحفي أنه من الواضح أن إيران زودت الحوثيين بالصاروخ البالستي الذي أطلق في الأونة الأخيرة على المملكة العربية السعودية. أما في الشأن اللبناني فلفتت القيادة المركزية إلى أنه من المهم تقديم حلول دبلوماسية بشأن لبنان بدلا من خوض حرب. أكدت وكالة فيتش لتصنيفات الائتمانية أن استقالة الرئيس سعد الحريري تزيد المخاطر السياسية والاقتصادية في لبنان، وأنها تمثل ضربة للتحسن النسبي في مناخ صناعة السياسات في لبنان. ولفتت الوكالة إلى أنه من المحتمل تأجيل الانتخابات النيابية مجددا في البلاد، وهو ما قد يعني فترة أخرى طويلة من جمود السياسات. وشددت على أن الضبابية السياسية في لبنان ستؤدي لإبطاء عملية صناعة السياسات من جديد. وتتابعون بعد الفاصل. صفقة بين النظام والميليشيات الإيرانية وداعش في البوكمان. جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التأكيد على أن المملكة العربية السعودية التي وصفها بالقارة تتمتع بالأمن والاطمئنان. وجاءت تأكيدات الملك سلمان لدى تدشينه عددا من المشاريع التنموية في المدينة المنورة، شملت قطاع الكهرباء والزراعة والمياه والتعليم والنقل. هذه اليوم أن هذه المشاريع يشرفني دائما، ومن كان من قبلي من إخوتي من ولدنا عبد العزيز أن نكون خدام الحرمين الشريفين. نحن وشعبنا في بلادنا كلنا خدام الحرمين الشريفين، والحمد لله بلدنا تتمتع بالأمن والاطمئنان الحمد لله. تضاربت الأنباء حول ما يجري في البوكمال، فبعد أنباء الإعلان عن سيطرة الميليشيات الإيرانية على المدينة تحدث البعض عن صفقة بين النظام السوري وتنظيم داعش. استعاد التنظيم بموجبها السيطرة على نحو 50% من المدينة. اتفاق أمريكي روسي وشيك ينهي الأزمة في سوريا، هذا ما كشفه مسؤولون أمريكيون الذين أعربوا عن قلقهم من سيطرة إيران على مستقبل سوريا. وأوضح المسؤولون أنه إذا حسم الاتفاق فسيتم الإعلان عنه بعد اجتماع الرئيسين الروسي والأمريكي في فيتنام إن تم ذلك. كما لفتوا إلى أن هذا الاتفاق سيركز على ثلاثة عناصر، هي عدم نشوب نزاع بين الجيشين الأمريكي والروسي والحد من العنف وتنشيط محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة. ميدانيا أعلنت المعارضة السورية أن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي الطائفي في معركة البوكمال تعقد الأمور في سوريا، واعتبرت أن الإصرار الإيراني على فتح طريق بري من طهران إلى بيروت يشكل خطرا على المنطقة بأكملها. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن ميليشيات الحشد الشعبي وحزب الله والحرس الثوري الإيراني باتت تسيطر على كامل مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، إلا أنه عاد وأعلن أن التنظيم استعاد 50% من المدينة إثر هجوم مضاد. واتهم متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية الكردية النظام السوري بعقد صفقة مع تنظيم داعش في البوكمال، معتبرا أن هذه الصفقة ليست إلا جزءا من صفقات بدأت من القلمون واستكملت في دير الزور والميادين وصولا إلى البوكمال. هذا وأعلن إعلام حزب الله عن وجود زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في مدينة البوكمال السورية. أما جنوبا فأنشأ الحرس الثوري الإيراني في سوريا ميليشيات جديدة تحت مسمى مذهبي وبشكل استفزازي لسكان المنطقة. معارضون سوريون نبهوا إلى أن مهمة التشكيل الجديد والذي يطلق عليه اللواء 313 هي التخريب على اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري. سيطرت قوات النخبة في محافظة شبوة على منطقة الحوطة، أحد أهم معاقل تنظيم القاعدة بالمحافظة، بعد مواجهات خلفت قتلى وجرحى من الطرفين. ميدانيا أيضا حققت قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من طيران التحالف تقدما جديدا في جبهة نهم، وتدور معارك عنيفة في أطراف بني بارق باتجاه صنعاء، مع تقدم لقوات الشرعية لإتمام السيطرة على خط صنعاء مأرب الضبوعة، فيما تفر عناصر الميليشيات باتجاه نقيل بن غيلان الاستراتيجي.
وكان الجيش اليمني قد أعلن في وقت سابق عن تحرير عدة مناطق جديدة شرق العاصمة صنعاء. في مصر كمن مسلحون تابعون لفرع تنظيم داعش الإرهابي في شبه جزيرة سيناء لموكب مكون من شاحنات تنقل إسمنت من مصنع للجيش في وسط سيناء، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين و2 من عناصر الجيش وفقا لمسؤولين أمنيين مصريين. واصلت السلطات التركية حملتها على العناصر المتشددة فأوقفت أكثر من 80 أجنبيا يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي، كانوا يعتزمون التوجه إلى سوريا وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول. وقالت الوكالة أن الموقوفين الذين لم تحدد جنسياتهم يشتبه بأنهم حاربوا في السابق في صفوف التنظيم، مضيفة أن السلطات أوقفت أيضا 11 سوريا يشتبه بانتمائهم إلى داعش في أضنة جنوب البلاد. طلبت إدارة إقليم كردستان العراق من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التوسط لإجراء مباحثات مع بغداد لاحتواء الأزمة ما بعد استفتاء الانفصال. وأكد بيان لمكتب الصدر تلقيه اتصالا هاتفيا من نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، طلب في خلاله من الصدر التدخل والوساطة لإجراء حوار مع بغداد ومطالبتها بالعودة إلى الدستور. وكان رد الصدر وفقا للبيان بأن استفتاء الإقليم لم يكن دستوريا ولا يمكن التمسك بالدستور بدون إلغائه. النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. القاضي نواف سلام إلى مقاعد المحكمة الجنائية الدولية. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. عون يجدد رفضه البت باستقالة الحريري لحين عودته من الرياض. المفتي دريان يشدد على ضرورة التماسك الوطني. والجبائر السعودية لن تسمح بأن يكون لبنان قاعدة لشن هجمات عليها. أصدر المكتب الإعلامي للنائب بهية الحريري بيانا أشار فيه إلى أن بعض الصحف ومواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي دأبت مؤخرا على نشر وتناقل كلام منسوب للنائب الحريري تقول أنه نقلا عن مصادر قريبة أو مقربة من الحريري ويتعلق بتفاعلات استقالة الرئيس سعد الحريري. وأتمنى البيان على الإعلاميين وكافة وسائل الإعلام توخي الدقة في نشر ونقل أي كلام ينسب للنائب الحريري والتحقق من صحته قبل نشره أو تداوله واعتماد فقط ما يصدر عن مكتبها الإعلامي حصرا. حذر حزب الوطنيين الأحرار من الأسباب التي أدت إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وأكد أنها واضحة على 3 مستويات: مستوى هيمنة حزب الله على القرار اللبناني، ومستوى انخراطه في الحروب الإقليمية مع تداعياتها على لبنان، ومستوى الشرعيتين العربية والدولية وتحميل الوطن تبعات عدم احترامهما. وأشار بيان الأحرار إلى أن المعالجة تبدأ بالتصدي لهذه الأسباب بدءا بالعودة إلى روحية نص إعلان بعبدة الذي يدعو إلى النأي بالنفسي عن الصراعات والمحاور الإقليمية، والأهم العودة إلى تطبيق الطائف الذي ينص على مرجعية الدولة وحصرية سلاحها بعيدا من الممارسات الميليشياوية ومن الاستقواء بالخارج. أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن الوضع الأمني في البلاد تحت سيطرة وأن حماية الاستقرار الوطني هي أولوية مطلقة لدى الجيش. العماد عون خلال تفقده فرع مخابرات منطقة جبل لبنان في الريحانية نوه بجهود مديرية المخابرات وفروعها كافة والإنجازات التي حققتها على أكثر من صعيد، خصوصا في مجال القضاء على شبكات الإرهاب وتعقب الجرائم المنظمة على أنواعها، لافتا إلى أن مديرية المخابرات هي بمثابة العين الساهرة على سلامة الجيش وأمن الوطن، مشددا على أن الأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد تتطلب من العسكريين كافة مضاعفة الجهود الميدانية وتعزيز الأمن الاستباقي للقضاء على الخلايا الإرهابية ومكافحة الجريمة المنظمة وتوقيف المخلين بالأمن والخارجين على القانون والنظام إلى أي جهة انتموا. وزير التربية مروان حميدة يدعو إلى العودة إلى اتفاق الطائف والدستور للوصول إلى المعالجة الفعلية للأزمة الحالية. أكد وزير التربية مروان حميدي أن ما يحصل اليوم في لبنان هو أكبر من أزمة حكومية بل هو أزمة سياسية في العمق.
حمادي وخلال حفل توقيع الأطر المرجعية لدعم جودة التعليم في لبنان لفت إلى أن لبنان سيبقى عروبي الانتماء والهوى. يبقى أنه الاستقلال العروبي الديمقراطي، وهذه الأمور جسدها اتفاق الطائف، جسدها الدستور اللبناني. فبتمنى على الكل اللي عم بيعالج اليوم قضية الأزمة الحكومية التي هي أكثر من أزمة حكومية، هي أزمة وطنية، هي أزمة سياسية بالعمق العمق، أن يتوقفوا عن هذا الشيء وأن لا يتوهوا عنه. حمادي أشار إلى أنه لولا دعم المجتمع الدولي والعربي لما كان هناك لبنان. توصلت الجمعية العامة ومجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى انتخاب 4 قضاة من أصل 5 ليشغلوا مقاعد في المحكمة الجنائية الدولية، لكن المقعد الخامس ما زال معلقا. وبعد 5 جولات من التصويت فاز ب4 مقاعد القاضي نواف سلام من لبنان ورئيس المحكمة الحالي روني إبراهام من فرنسا ونائبه عبد القوي يوسف من الصومال وأنطونيو تريندندي من البرازيل. وسيجتمع أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس الأمن مجددا الاثنين للاختيار بين المرشح الهندي والبريطاني. أصدر المحقق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حميدي مذكرة توقيف غيابية بحق المسؤول الليبي السابق موسى كوسا وفقا لطلب النائب العام لدى محكمة التمييز، وذلك بناء على ما توفر للمحقق العدلي من التحقيقات في الملف بما يتعلق بمشاركة كوسا شخصيا في خطف الإمام وانتحال شخصيته للسفر إلى روما. إلى ذلك يتابع القاضي حميدي درس الإجراءات المطلوبة قانونيا تمهيدا لاتخاذ القرار بشأنها. عثر على مصريف العقد الرابع من العمر جثة داخل غرفته في بلدة دارية كسروان، وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها، وتم نقل الجثة بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى الحاج في عشقوط. محرك جوجل بنسخته العربية يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة الشحرورة صباح. احتفل محرك جوجل بنسخته العربية بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة صباح، حيث تصادف ذكرى مولدها في 10 من تشرين الثاني. أنا في حبيبي أموت أنا. ولدت صباح عام 1927 في بلدة بدادون قرب منطقة وادي شحرور، وبدأت جنات جرجس فغالي التي توفيت عن عمر ناهز 87 عاما مسيرتها الفنية في سن مبكرة منتصف القرن الماضي عبر الغناء قبل أن تنتقل إلى التمثيل والاستعراض. وبانتقالها إلى القاهرة التي تعد عاصمة الفن السابع في العالم العربي، حازت الشحرورة التي اشتهرت بصوتها العذب والرنان على شهرة واسعة وباتت إحدى نجمات السينما. وفي سنواتها الأخيرة لم تتوقف الصبوحة عن الغناء لا سيما في البرامج التلفزيونية، إلا أنها توقفت عن ذلك بسبب المرض والشيخوخة قبل أن يغيبها الموت صباح 26 من تشرين الثاني عام 2014. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل عرض سماعي بصري مذهل في متحف اللوفر في أبوظبي. عرض سماعي بصري مذهل في إطار فعاليات افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي. احتفاء بافتتاح متحف اللوفر في أبوظبي ازدانت سماء المدينة بعرض خلاب للألعاب النارية في إطار الفعاليات المستمرة بهذا الصرح الثقافي الضخم الذي سيفتح أبوابه رسميا أمام الزوار يوم السبت. وتحت عنوان أضواء اللوفر أبوظبي شهد المتحف الذي تحيطه المياه من 3 جهات عرضا سماعيا وبصريا مذهلا تخللته رحلة استكشافية من 4 أجزاء من أعماق المياه وحتى سطح البحر مرورا بالأرض ووصولا إلى السماء.
وخلال العرض كشفت للجمهور تحف فنية مختلفة موجودة ضمن مجموعة متحف اللوفر أبو ظبي، والتي عرضت على المبنى باستخدام تقنية الفيديو بالتزامن مع العروض المبهرة للألعاب النارية. وعلى وقع الإبهار البصري والسمعي، رسمت مجموعة من العارضين لوحات فنية رائعة شكلت مزيجا بين عروض تحاكي العصر وأخرى استلهمت التاريخ العريق للمنطقة. تواصل الشرطة الفرنسية مطاردة مشتبه بهم في هجمات العام 2015 التي قتل فيها 130 شخصا حول باريس، لافتة إلى أن مناطق الغاز لا تزال قائمة حول خلية تنظيم داعش التي نفذت الهجوم. قال المدعي الفرنسي أنه بالإضافة إلى المهاجمين 13 الذين قتلوا هناك، 13 مشتبه بهم تم تحديد هوياتهم في فرنسا وبلجيكا وتركيا. وقال أن السلطات تواصل إحباط محاولات ارتكاب أعمال عنف بما في ذلك عملية هذا الأسبوع التي أدت إلى القبض على 10 أشخاص في فرنسا وسويسرا. قالت كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة تواجه جهنما من العذاب ما لم تطرد الرجل المسن من البيت الأبيض وتوقف سياساته العدائية، في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب. في المقابل ندد ترامب من فيتنام بأوهام من أسماه بديكتاتور كوريا الشمالية، معتبرا أنه لا يمكن لآسيا أن تعيش تحت تهديده بالغزو والابتزاز النووي. بعد الفاصل في الرياضة. كرواتيا تكتسح اليونان وسويسرا تفوز على إيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم. هلأ صفحة رياضية مع صبحة إبلاوي. مساء الخير مشاهدينا، البداية رح تكون من الفوتبول المحلي حيث فاز منتخب لبنان للفوتبول على منتخب سنغافور بهدف من دون رد بالمباراة الودية يلي جمعتهم على الاستاد الوطني بسنغافور بحضور حوالي 1000 متفرج بيناتهم عشرات اللبنانيين المقيمين بالبلد. وكانت هالمباراة بإطار استعدادات المنتخبين لمواجهات تصفيات كاس آسيا الإمارات 2017 وضمن برنامج احتفالات الاتحاد السنغافوري بالعيد 125. وسجل اللاعب علي حمام هدف لبنان الوحيد بالمباراة. وبيغادر منتخب لبنان اليوم باكرا إلى هونغ كونغ استعدادا لمباراته الساعة 8 من مساء نهار الثلاثاء المقبل، أي ساعتين الظهر، على الاستاد الوطني بهونغ كونغ اللي بيتسع ل 40,000 متفرج ضمن التصفيات الآسيوية. بأوروبا وضمن فعاليات هاب الملحق النهائي والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، قطع المنتخب الكرواتي شوط كبير لحجز مكانه بكأس العالم بعد ما حقق فوز مهم جدا وكبير على منتخب اليونان 4-1 بمباراة قدم فيها لوكا مورديتش وزملائه مستوى عالي جدا استحقوا فيه الفوز قبل التوجه إلى الأراضي اليونانية بمباراة الإياب، حيث رح تكون صعبة جدا على المنتخب اليوناني. وأيضا حقق المنتخب السويسري فوز ثمين خارج ملعبه على منتخب إيرلندا الشمالية وبنتيجة 1-0 بمباراة كتير كبيرة لعبها المنتخب السويسري وأضاع الكثير من الفرص. بالمقابل لم يظهر لاعبو إيرلندا الشمالية بالأداء المتوقع منهم، وبهالفوز رح تكون سويسرا قد نجحت بتحقيق نتيجة مميزة خارج أرضها قبل مباراة الإياب بين جماهيرها يلي رح تقام نهار الأحد المقبل، في حين بيحمل منتخب إيرلندا الشمالية ضيف على منتخب السويسري أيضا بسويسرا. بكرة بتجمع ما بين الحداثة والتراث، قدمت شركة أديداس الألمانية الكرة الرسمية لكأس العالم روسيا 2018. أطلقت شركة أديداس الألمانية الكرة الرسمية لمونديال روسيا 2018 وهي كرة تيلستار 18 يلي أعادت إحياء أول كرة رسمية لكأس العالم أصدرتها أديداس خلال مونديال 1970 بالمكسيك. وتأتي تسمية الكرة بصفتها نجمة التلفاز وهي الأولى من نوعها يلي تم تزيينها بأجزاء سوداء وبيضاء بوقتها، حيث تم التصميم خصيصا لتتألق على التلفزيون الأبيض والأسود.
ومن وقت تغيرت أديداس تصميم كرة كأس العالم إلى الأبد، وخضعت الكرة الحالية لاختبارات مكثفة للتأكد من أنها بتلائم احتياجات أفضل اللاعبين بالعالم. وبتتميز الكرة بشريحة داخلية تستخدم للمرة الأولى بكرة رسمية، ما يجعلها الكرة الأكثر ابتكارا بتاريخ كأس العالم. وبتمكن هالشريحة مستخدمين من التفاعل مع الكرة باستخدام الهواتف الذكية، فعند بدء التفاعل بتقوم كل كرة بتوليد معرف خاص فيها بيوفر بيانات ومعلومات حصرية للمستخدم. وكان أبرز نجوم العالم بتقديم الكرة، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي سرق الأضواء بروسيا من وقت وصوله إلى حين تقديم كرة أديداس لكأس العالم 2018. وضمن دوري كرة السلة الأمريكي الـ NBA، فوز صعب لهيوستن روكتس على كليفلاند كافاليرز، وأيضا فوز تورونتو رابترز. قاد جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس متصدر المنطقة الغربية إلى فوز كبير على ضيفه كليفلاند كافاليرز وصيف الموسم الماضي بنتيجة 117-113 ضمن دوري كرة السلة للمحترفين الـ NBA. وحقق جيمس هاردن تريبل دبل الجديدة، وحقق 35 نقطة بيناتها 6 3 بوينتس و11 ريباوندز و13 أسيست، ليرفع روكتس رصيده إلى 9 انتصارات و3 خسارات بالتساوي مع جولدن ستيت ووريرز حامل اللقب. وإلى هاردن برز أيضا بصفوف هيوستن اللاعب سويسري كلانت كابالا يلي سجل 19 نقطة و13 ريباوندز، ويلي سجل أيضا بالوقت الحاسم كما أضاف أريك كوردن 20 نقطة. وعلق مدرب روكتس مايك دونتي على أداء كابالا، قال نتوقع منه الكثير وعمره 23 سنة وما في سبب يمنعه من التحسن. وتقدم هيوستن روكتس بالمباراة قبل 8 دقائق على الاستراحة، لأنه ترك النجم الكليفلاند لي براون جيمس يلي سجل 33 نقطة و7 أسيست يعوض الفارق الكبير بمساعدة اللاعب البديل جيف جرين يلي سجل 27 نقطة. ودخل كليفلاند الاستراحة متقدم 67-65 قبل ما يستلم هيوستن روكتس المباراة تحت أنظار لاعبه المصاب كريس بول. وتقدم روكتس بفرق 13 نقطة، ثم هبط مستواه مرة جديدة لينقذوا هاردن وكابالا بالدقيقة الأخيرة. وعم بيعيش كليفلاند يلي غاب عنه مجددا لاعبه ديريك روز من بداية الموسم، بداية منا جيدة إذ تعرض إلى 7 خسارات مقابل 5 انتصارات. ورأى الأسطورة ليبراون جيمس أنه لعبوا مباراة كتير مهمة ولكن ما تمكنوا من تحقيق الفوز. وحقق تورونتو رابترز رابع المنطقة الشرقية فوزه السابع هالموسم على حساب ضيفه نيو أورلينز بنتيجة 122-118، وبرز من الفائز نجمه ديمار ديروزن صاحب 33 نقطة و8 أسيست، فيما كان جو هوريدي أفضل مسجل للخاسر مع 34 نقطة و11 أسيست. هذا كان كل شيء بالرياضة لهلا، شكرا لكم وإلى اللقاء. وفي الختام يبقى تذكير بالعناوين. مجموعة الدعم الدولية تدعم استقرار لبنان، وعون يجدد رفضه البت باستقالة الحريري لحين عودته من الرياض. على الدولة أن تسعى لإيجاد حل لأسباب الاستقالة. المفتي دريان يشدد أمام زواره في دار الفتوى على ضرورة التماسك الوطني في هذه المرحلة. السعودية لن تسمح بأن يكون لبنان قاعدة لشن هجمات عليها، وماكرون يؤكد أهمية استقرار وسيادة الأراضي اللبنانية. وفي الرياضة، لبنان يفوز على سنغافورة وديا قبل لقاء هونغ كونغ. نهاية النشرة، إلى اللقاء. أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية. بعد بكير كتير حتى يلحق باستقالة حكومة.